نتمنى تكونوا ان شاء الله بالف خير. اليوم جيتكم ان شاء الله بفيديو جديد في القناه شيماء شانيل. كيف ما عودتكم دائما كنقدم لكم فيديوهات اللي كتفيدكم الحمد لله بشهاده الجميع. اليوم ان شاء الله قررت ندير لكم فيديو عنايه بالاظافر. كيف ما كتشوفوها هما طوالوا لي ظفاري، ما كانوش كيطوالوا لي الصراحه، طوالوا لي ولكن ما مقادين، شخصني نقادهم. قلت علاش ما نصورش مع نصور لكم فيديو كيفاش كنقاد الاظافر ديالي. قبل البنات ما نبداو الفيديو ما تنساوش الاشتراك في القناه وما تنساوش تضغطوا لنا على زر اعجاب الى عجبتكم طبيعه الحال الفيديو. المهم البنات غادي نبدا بيديا، غادي ندير ليها تقشير خفيف. غنستعمل هذا القماش ديال الحلبه، راه عارفين الحلبه زوينه كتبيض اليدين هي صراحه كتليق الجسم والوجه يعني الجسم والوجه. دونك انا قررت انني ندير لها قماش، عكست انني نوجد قماش ديال سنيده وزيت البلديه، هذا هو اللي كندير انايا كوم قماش اليديه وتيخرجوا كيشعلوا. دونك دابا غادي ندير غير هذا القماش هذا ديال الحلبه، غنديرو في يديا غنقومي به يديا وعاد نرجع ليكم. هانتوما البنات الشكل ديالو كيجي بحال شي كريم ولكن فيه واحد الحبيبات ديال الحلبه. دونك غادي نوضعوه في اليدين ديالي بجوج وغادي نرجع لكم البنات. هانتوما البنات ها هما يديا كيف ما كتشوفوا، تقشير اللي درت ليديا بقيت كنقوميه درتهم في يديا بجوج. غير بغيت نوريكم يد واحده لان اليد الاخرى تنصور بها. هانتوما كيف ما كتشوفوا درت ليها تقشير فريمون قوميتها مزيان. انا دابا غادي نغسلها ونرجع لكم. عرفتي ويا البنات ما تصوروش الرطوبيه اللي خرجت لهم فيها يديا، عرفتي البنات واحد الرطوبيه رائعه. هانتوما كيف ما كتشوفوا حتى الاظافر تنقاو، عرفتي قوميتهم داك الحبيبات ديال الحلبه. اسمحوا لي راني مازال مروحه. الحبيبات ديال الحلبه فريمون يا البنات فريمون رطبوا لي يديداتي، راكم عارفين مع غسيل الماعان وهذا اليدين تيوليو حرشين وفاقدين الحيويه. دونك البنات دابا غادي نبرد طفيراتي، هادشي كله كنديرو بوحديتي في الدار يعني ما تحتاج انني نمشي للصالون ولا شي حاجه. دابا نبرد طفيراتي نقادهم ونرجع ليكم. هانتوما البنات شوفوا الاظافر كيولاو، بردتهم البنات كنديرهم ديما كاغي تيعجبوني هكا كاغي. ودابا غادي نرطبهم هذا شويه، هذا مهرس شي شويه من هنا مي هادو ها هما صافا شويه. دونك غادي نستعمل سوا غادي ندير عندنا كريم غليسوليد رخيص البنات كيدير شي 23 درهم و 20 درهم في مرجان. ديما كنأكد عليكم خذوا هذا الاصلي، الاصلي زوين هو زعما هو اللي مزيان في الترطيب. وكاين حتى هذا الكريم هذا ديال التعاونيه ديال عكر الفاسيل كيخلي لي اليدات رطبين وكذلك تيخلي واحد لا كولور هكا حميمره زوينه. دونك البنات غادي نرطب يديداتي وعاد غادي نختاروا اونصومبل، نختاروا مجموعين طلق الاظافر اللي غادي يلق الاظافر اللي يعجبنا مجموعين. هانتوما البنات اختاريت هاد اللوينات هادو ديال هاد البرد، هذا كاين هاد اللون هذا ديال فلوغ مار زويون يا البنات. لا ريفيرونس ديالو هي هادي، هانتوما كيف ما كتشوفوا اف سي 17. كاين هذا ديال مينيسو، هذا بيل اوف البنات اللي كيكونوا كيصليو، هذا كيتقشر اون فوا كيتقاس بالماء كيتقشر بوحديته زوين صراحه ولكن ما كيطولش. باش نقول لكم البنات اللي كيبغيو شي فيرني اللي يطول ليهم ما نصحهمش بهذا. المهم هذا ديال الصلاه، الناس اللي كيبغيو يصليو، الناس اللي كيصليو اللي كيتشهاو مثلا فيرني اون فوا كتقيسيه بالماء تبغي توضي راه كيتقشر بوحديتو يعني كيتهز هكا بحال هذا الشكل كيتهز بحال شي ميكا.
وكاين هذا الفيرني هذا اللي عاد وريته لكم داك النهار، خديته داك النهار ديال جولدن روز، هذا زوين يا البنات. ما عرفتش لا ريفيرونس ديالو فين كاينه، هنايا كاينه عنده كاع لا ريفيرونس. المهم حتى هو تيجي زويون. وهذا خلاص هذا ديال النقاء، الناس اللي كيبغيو ديسكري داكشي لا كولور تكون ديسكريت في لي ديداس ديالهم. هذا ديال فلور مار، لا ريفيرونس 227. فوالا لي في دابا حرت صراحه شنو اللي غادي ندير. جو بونس غادي ندير نو هذا دغيا تيتقشر صراحه، غندير واقيلا هذا عجزت زعما ماشي عجزت ما عرفتش شنو اللي غادي ندير. واقيلا غندير هذا صافي، غندير هذا هي لا كولور ديالو زوينه. ها نتوما البنات شوفوا واش جاتني زوينه، ما عرفتش مع الشعه ما تيبان والو. بلاتي ندور لكم الكاميرا وغادي نوريكم. ها نتوما البنات شوفوا واش جاتني زوينه، فريمون زوينه صراحه عجبتني، كتجي زوينه هكا في اليدين. فوالا لي في ها نتوما تشوفوا البرطه كيبرطهم كاري، كيجي فريمون كيوت. فوالا لي في ها نتوما البنات شوفوا كيفاش جاتني الصباغه هكا تتبان حسن. ها نتوما برطتهم بجوج بيهم اللي ديت بجوج، صراحه كتجي الاخرى صعيبه تبرديها. المهم هذا هو الفيرني اللي درت اون فان دو كونط، هذا ديال مينيسو لا ريفيرونس 26 نيود بيربل. ها هو ها هو هذا البنات لا ريفيرونس كتكون هنا صغيره. هانتوما باش تمشيو للفلور ما غادي تبيعوا فلور ماشي فلور ما يا ربي مينيسو راه تبيعوا جوج ديال لي فيرني ب 25 درهم. غير هو البنات اختاروا هاد هاد الشكل هذا، ما تختاروش داك الشكل الاخر اللي تتكون فيه واحد لها ما زوينينش لي كولور، وما كي لي كولور ديالهم عيانين. واخا كتشوفوا لا كولور هكا زوينه لي كولور ديالهم عيانه ما كيصبروش. حتى هذا براسو راه هذا براسو راه غير غنقيسو بالماء، راكم عارفين مع غسيل الماعن وداك الشيء غير غادي نقيسو بالماء غادي يتقشر. ها نتوما فين ما كان نتوما فين قلت عليكم كيتقشروا هكا تيتهزوا. بالنسبه للبنات اللي كيصليو راه يليق ليهم هادو ديال الفلور ديال المينيسو. ما عرفت مالي مع فلور مار اليوم. فوالا لي في ها هما كيف ما كتشوفوا كيفاش جاوني. فوالا لي في ها هو ها هو دا الروندو فينال ديال هاد الفيديو هذا اللي ديدات فريمون رطيت بين البنات وبرت طفيراتي. كنحس براسي واحد الراحه زوينه فريمون البنات. غير تجربوا هاد لا روتين هادي المتواضعه ديال بنات الشعب. كنتمنى انكم تجربوها، وكنضرب لكم موعد اخر ان شاء الله في فيديو اخر. ما تنساوش الاشتراك البنات في القناه، وما تنساوش تضغطوا لنا على زر اعجاب باش هكا باش هكا تشجعوني تخليوني ندير لكم فيديوهات اخرين، لان بلا تشجيع راه كنحسوا بالاحباط ما كنقدروش نديروا فيديوهات جديده نظرا لقلة التفاعل في الفيديوهات. مهم البنات كنضرب لكم موعد آخر إن شاء الله في فيديو آخر. مع السلامة. ولا voilà.